بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة الثانية في شرح البيقونية رقم واحد، اتكلمنا على الحديث الصحيح، قلنا تصل الإسناد سلامته من الشذوذ، قلنا الشذوذ أن يروي راوي ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، زادوا عن ثلاثة. سلامته من العلة لا يعرفها إلا العلماء الحفاظ، ضربنا مثال بالإمام مسلم والإمام البخاري عندما التقيا، وروى مسلم حديث بسند معين فقال الإمام البخاري هذا غير صحيح وعدل له ذلك، وهذا لا يكون إلا من الحفاظ، وإلا بقى يكون عندك مجموعة من الكمبيوترز قدامك 5 6 10 وتفتح فيها نفس الحديث وتجمع بهذا الحديث عن تطلع السند المختلف، إنما هذا كله جمعه الله في مخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، كان يحفظ 600,000 حديث، فلما عدل له هذه الرواية قام الإمام مسلم وقبل رأس البخاري ويده وقدمه وقال أنت أستاذ الأستاذين وطبيب علم الحديث وحافظ سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يجلون بعضهم بعضا. وعدل الرواة، بس أنا هقول بالجملة، العدل ده دينه، يعني في دينه ممكن يكون حافظ لكن حرام، حافظ وحرام، حافظ ونصاب، ينفع يتخذ منه حديث هذا؟ ما ينفعش. ضبطه انه يضبط الحفظ، يعني ذكرنا ذلك، يعني ذكرنا الحديث الصحيح في وذكرنا الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، مات على الاسلام. اختلفوا في الرجل لو اسلم وارتد، اسلم وارتد ثم عاد للاسلام حال حياه رسول الله والتقاه، هذا صحابي، هذا صحابي. طب أسلم وارتد ثم أسلم بعد وفاة رسول الله، مختلف فيه، هذا مختلف فيه. اتصال الإسناد معناه قلنا أن يروي من شيخه الذي فوقه في السند من غير واسطة بينهما بطريقة من طرق التحمل المعتمدة، يعني مفهوش انقطاع ولا إعضال ولا إرسال. يعني إيه الطرق المعتمدة؟ يعني السماع المباشر من شيخه، ما فيش حاجة اسمها قالوا له المنطق بتاع الإشاعات اللي عند الناس هذا ما بينفعش، لازم يقول سمعت، سمعته، حدثنا، حدثنا، أو بالقراءة في العرض على إيه؟ على شيخي. لأن الحديث عشان يكون معتمد، حتى أنتوا لما بتعملوا ريسيرش، لما بتعمل مثلا بحث معين، أي حد بيعمل بحث بيكتبه هو، وبعدين بعد ما بيكتبه بيروح يسلمه مباشرة ولا المسرب بتاعه بيقرأه؟ يقرأه ويقول له عدل هذه الصفحة وعدل هذه الصفحة وعدل هذه، وهكذا مش كده؟ وبعدين يعدلها، وبعدين يقرأه ثاني، وبعدين يقول له عدل، وبعدين يقرأه ثالث، وبعدين يعدل، وبعدين بعد ما يزهقه يديله الشهادة. ها؟ يديله. كذلك علم الحديث، كذلك علم الايه؟ علم الحديث، علم لابد من عرض الذي قرئ هذا على مين؟ على الشيخ وضبطه. وكان البخاري كانوا بيضبطون على حفظه كتبهم، كتبهم، هذا من عجائب فضل الله لهذا الإنسان، كانوا يضبطوا الكتب على ما في رأس الإمام البخاري رحمه الله. طبعا هذا الكلام بيمنع التدليس، لأن المدلس أي واحد بيدلس يعني يجب التوقف في الرواية، لا تقبل منه. العلماء بيشترطوا اتصال السند للحكم بصحة الحديث، لأن السند غير المتصل اللي وسقط منه راوي لا نعلم حاله، ربما يكون ضعيف، ربما يكون متوهم، ربما يكون لا يحفظ. فهذا أمر قد شرحناه في المرة الماضية. العدالة والضبط شرحناهم، أعتقد أن احنا شرحناهم مش كده؟ العدالة لو تحققنا من أن الساقط من الإسناد من العدول الضابطين، يعني مثلا لو تحققنا ان الساقط من الاسناد صحابي وراوي الحديث صحابي، وراوي الحديث صحابي اخر، راوي الحديث صحابي اخر، صحابي لا يرسل الا عن صحابي اخر، مظبوط ولا ايه؟ يعني لو قلنا ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر، عمر قال رويت عن صحابي عن رسول الله، صحابي عن رسول الله، احنا عارفين ان الصحابه كلهم ايه؟ عدول. ليه؟ لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، والصحابي كلهم إيه؟ عدول. يبقى هذا الحديث صحيح الإسناد ولا مش صحيح الإسناد؟ صحيح الإسناد، صحيح الإسناد.
تكلمنا على الشرطي السلامة من الشذوذ والعلة، وقلنا وصف الشذوذ الراوي بكونه ضابط وصف عام، ضابط وصف عام، والضبط هنا بيعني ايه؟ بيعني الحفظ، مش كده؟ الحفظ وعدم التوهم وعدم التخليط. في ناس زي الإمام مسلم لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لأنه بيعتقد أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته معجز، اللفظ في ذاته معجز. قال أوتيت، صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أوتيت جوامع الكلم، وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحتمل معاني دافقة يعني كثيرة، بينما أنا لو رويتها بالمعنى أنا برويها بالمعنى الذي أنا إيه فهمته، يبقى بختزل المعنى العام في إيه؟ في فهمي أنا، في فهمي أنا. يبقى الضبط يعني لابد أن يحفظ إيه؟ حفظا متينا، لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير حروفا، يضبط. نعم، من هذه الحيثية بيرجع إلى السلامة من الشذوذ والعلة إلى شرطي العدالة والضبط. غاية ما هنالك أن وصف الراوي بالضبط باعتبارين، ضبط عام وضبط خاص. قليل الأخطاء في جنب صوابه الكثير، هو ضابط من حيث العموم، يعني حفظه 100%، لكن ربما يخطئ، ربما يخطئ، ربما يخطئ، لكن خطأه قليل. هل هذا يعتبر ضابط؟ طبعا ضابط، ضابط. طب والذي أخطأ فيه بنقف عنده ونخرجه من الإيه؟ نخرجه من الإيه؟ من الصحيح، من الصحيح. قال ولم يشذ، إيش شذوذ؟ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، يعني مخالف جماعة، وكلمة جماعة يبقى جمع، وأقل الجمع كم؟ 3، جماعة من الثقات، جماعة من الثقات، أو هو الحديث التي ترجح خطأه لدى الإيه؟ لدى الناقل، لدى الناقل، سواء كان المخطئ ثقة أم غير ثقة، تفرد أم لم يتفرد. لم يعل أو يعل. الشرط الثالث أن يكون سالما من العلة. سالما من العلة يعني إيه؟ أن يكون الحديث سالما من أي نوع من أنواع الخطأ الواقع من قبل الثقات، أن يكون الحديث سالما من أي نوع من أنواع الخطأ الواقع من قبل الثقات من غير قصد، لأنه ثقة يبقى من غير قصد، والقادح في الرواية. طب كيف نكتشف العلل هذه؟ كيف نكتشف الخطأ؟ ترجع إلى كتب العلل ومعارضة روايات الثقات بعضهم ببعض. معارضة روايات الثقات بعضهم ببعض بالنظر في اختلافهم في الرواية. بيحصل ايه بقى لما ننظر في اختلافهم في الرواية؟ يتبين ان بعضهم قد اخطأ في الرواية واصاب الاخرون، ونشوف الاوثق والاثبت والاتقن بيكون ايه في الصحيح. مثل هذا الخطأ لا يطلع عليه غالبا الا الائمة الكبار من النقاد، كما ضربنا مثال بمين؟ بالبخاري ومسلم، مثل شعبة بن الحجاج، اسمائهم الائمة الثقات، يحيى بن سعيد القطان، أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي. حد فكر عبد الرحمن بن مهدي الذي أوعز إلى الشافعي أن يكتب كتابا في تفسير القرآن، فكتب كتابا في الأصول وأعطاه لأبو بكر ابن السراج الذي أصبح بعد ذلك أبو بكر الإيه؟ النقال، الله يسامحكم. والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن عدي والدارقطني وأمثالهم من الأئمة. هؤلاء الأئمة الجهابذة يعني الحفاظ، الحفاظ العالمين بعلم الحديث ومصطلحه،
لأن مهما تضع كتب أمامك أنت بتقرأ قراءة جديدة، قراءة جديدة، بينما العالم هذا يحمل ذلك العلم في صدره، في صدره بيسهل عليه إيه؟ ظهور الإيه؟ ظهور العلة. يبقى هذا العلم لا يؤخذ إلا من أهله المختصين، فلكل علم الإيه؟ رجال، لكل علم رجال. علماء الحديث اشترطوا لصحة الحديث أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من العلة. من شرح معنى الشذوذ ومعنى العلة بيتبين أنهما يقعان في أحاديث الثقات. يبقى العلة والشذوذ بنبحث عنهم فين؟ في أحاديث الثقات، ويدركان تارة بالتفرد الذي لا يحتمل، يعني لا يحتمل أبدا أن فلان ده يروي هذا الحديث. الشرط الرابع قال يرويه عدل. الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله عرف من هو العدل، قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. يبقى العدل مختص بالإيه؟ بالدين، بدينه، بدينه. يبقى العدل مختص بالدين. من له ملكة يعني إيمان تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة. الغزالي والسبكي أيضا عرفاه بذلك. طب يعني إيه الملكة دي؟ قد يستشكل علينا من كلام ابن حجر كلمة الملكة دي، يعني أن يكون الراوي تقيا مجتنبا للصغائر بطبيعته بلا كلفة، مش بيعمل هو أشياء عشان يبتعد عن الصغائر، لا هو طبعه كده بيبتعد عن الإيه؟ عن المحرمات. وهذا يصعب تحقيقه ولو اشترطناه لقل الحدود لكل ملكة، لأن الإنسان ليه أحوال. الإنسان الأول بيقع في خطأ وبعدين يتوب وبعدين يستغفر وبعدين يبدأ في طريق الإخلاص، يفضل يخلص في نفسه يخلص في نفسه لحد ما يبقى من المخ لصين، وبعدين لما يثبت على درجة الإخلاص فترة يرى الله في قلبه ذلك فيخلصه ويصبح من المخلصين. هذا عمل طويل ممكن يأخذ العمر كله، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. لكن الملكة على أن معنى أن العدل يشترط ألا يكون صاحب هوى، معناها ألا يكون صاحب إيه؟ هوى. الإمام الشافعي قال لا أعلم أحدا أعطى طاعة لله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. يعني جميع خلق الله سبحانه وتعالى بيقع في الذنوب، هذا هو معنى إلا يحيى بن زكريا من وجهة نظر الإمام الشافعي، من وجهة نظر الإمام الشافعي. وإن كان يحيى بن زكريا له زكريا عليهما الصلاة والسلام الاثنين، في حديث أوحى الله إلى يحيى بن زكريا خمس أشياء يخبر به بني إسرائيل فتأخر، فأوحى الله إلى عيسى أن يذهب ويخبرهم، أو أن يقول ليحيى، إما أن يخبره وإما أن يذهب عيسى ويخبره. فخاف يحيى وجمع الناس على مشارف بيت المقدس، على شرفات بيت المقدس، ثم روى ذلك الإيه؟ الحديث الطويل، أظن رواه ابن ماجه هذا الحديث. لكن إذا غلبت الحسنات السيئات يبقى إيه؟ عدل. إذا غلبت الحسنات السيئات يكون عدل، وإذا غلبت المعصية يكون إيه؟ مجروح. هذا هذا مجروح. الإمام ابن حبان قال عدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة للأكثر، أكثر 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 أحواله طاعة، طاعة لله. لأن ما تستطيع أن تجد إنسان إلا وقد دخل إليه الإيه؟ الشيطان بوسواس ما. يبقى العدل من كان ظاهر أحواله
طاعة لله. والذي يخالف العدل من أكثر أحواله بيكون معصية لمين؟ لله. طب ما هي شروط الذي يوصف أنه عدل؟ هي: واحد، الإسلام. اثنين، التكليف. ثلاثة، التكليف يعني العقل، مش كده؟ لأن مناط التكليف إيه؟ العقل أساس، لأن المجنون رفع عنه القلم والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث مرفوع تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا، قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. هذا لذلك قال الشافعي: أنا يحيى بن زكريا الوحيد الذي لم يهم ولم يخطئ. الإسلام، التكليف، اجتناب الفسق، الايه؟ ما هو التكليف، خلاص التكليف يبقى التكليف معناه البلوغ والعقل، مش كده؟ طيب اجتناب الفسق. ثلاثة، اجتناب خوارم المروءة يعني الأمور التي يساء الإنسان إذا فعلها أمام الناس. يعني زمان كان اللي يأكل في الشارع يبقى ده ما يقبلش شهادته، دلوقتي كل الناس بتأكل في الشارع. خمسة، ألا يكون مغفلا، يعني بيميز كويس. الإسلام في الراوي، لأن عدل الله سبحانه وتعالى أبى أن يكون الكافر عدلا لأنه غير مؤتمن. إزاي الكلام ده؟ احنا بنعملوهم الناس عندهم صدق والناس عندهم مش احنا نقوله كده؟ احنا بنقوله هذا الكلام، لكنه خان أمانة الدين وأشرك مع الله إلها آخر، وهذا تكفي أن تنسف كل أعماله. مظبوط ولا إيه؟ طيب، غير مؤتمن، كيف يؤتمن الحديث وهو يؤمن ويؤمن عليه وهو في الأصل كاذب، قد كفر بربه، وده أشد الكذب، الكفر بالله سبحانه وتعالى. عماد الرواية الصدق، إذا كان واحد بيكذب على ربنا كيف تقبل رواية منه؟ الكافر مهضور العدالة أبدا. اثنين، مكلف أو بالغ عاقل. مكلف يعني البالغ العاقل، بيستوعب الرواية، يميز بين الأشياء. انتوا فاكرين زمان احنا ذكرنا في آخر مادة خدناها ايه؟ التخريج، ذكرنا في حكاية التمييز أن يميز بين الحمار والإيه؟ ها؟ والبقرة، وأن يعد من واحد إلى عشرة. وفي حد ما يعرفش يميز بينهم؟ والله في كتير قوي مميزوش بينهم دلوقتي، كتير قوي معاهم بي اتش دي كمان، لا يميز بين الحمار والبغل والسيسي، قصدي يعني لا يميز بينهم. فلا تأخذ الرواية من غير المكلف، زي الطفل والمجنون. طفل لا يعرف حقيقة الأشياء ولا يميز بين الأخبار ولا يميز الصدق والكذب. الأولاد على الفطرة دايما، سبحان الله، يقول لك الأولاد ما بيكذبوش، مش احنا نقول كده؟ الأولاد ما بيكذبوش، ليه؟ لأنه أي حاجة تقال له يصدقها. لولا التسجيل كنت قلت الكلام اللي بيقوله العرب لعيالهم، يقول لي ابنه، يقول له كذا، الولا يموت في جلده يفكر انه هيعمله كذا، مع انها يعني قصدها انها تعاقبه. فهمته صح؟ خلاص ماليش دعوة، ماليش دعوة. فرق بين سماع الطفل وروايته طبعا. نعم؟ نعم. الرواية مبنية على استيعاب المروي، مش كده؟ الطفل ليس لديه هذه الأهلية، مش هيستوعب، في بعض الكلمات مش هيفهمها، فكيف يروي الأخبار؟ وفرق بين سماع الطفل وروايته
فالعلماء إنما تكلموا في صحة سماع الطفل من عدمها، لم يختلفوا في عدم صحة روايته حال طفولته، لأن العدالة إنما تشترط حال الرواية، حال الرواية لا حال السماع والتحمل. زي أنس، ما هو سمع من النبي وعنده كم سنة؟ 10 سنين، مش كده؟ لكن روى إمتى؟ حال التكليف. طيب، اشترط ألا يكون ممن ثبت فسقه كمن يأتي بالكبائر أو يجر بالمعاصي. خطيب البغدادي رحمه الله قال: ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، وأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون، ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه. يعني الكذاب فاسق، الكذاب فاسق. هل يشترط في العدل ألا يقع في كبيرة أبدا؟ سؤال: هل يشترط في العدل ألا يقع في كبيرة أبدا؟ بمعنى هل إذا ارتكب الراوي كبيرة من الكبائر ثم تاب منها ترد إليه عدالته، أم أن ذلك قادح فيه إلى الأبد؟ ليس من شرط العدل ألا تقع منه معصية، احنا قلنا كده، اصبري عليه، ما هي اسمها معصية، بل قد تقع منه المعصية لكن سرعان ما يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد في الدنيا معصوم من الخطأ. أما وقوعه في الكذب، وقوعه في الكذب هو أشد أسباب الفسوق. طب فإذا تاب منه، إذا تم الكذب، في تفصيل عند العلماء بقى: إن كانت الكبيرة كذبا على رسول الله فالراوي ساقط العدالة أبدا. طب تاب، ولو تاب، حتى ولو تاب، وطبعا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يقول كلام لم يقوله رسول الله وينسبه إليه، أو يكذب ما قاله رسول الله ليس جهلا عمدا. عند كثير من الناس لما بتحكي له حديث يقول لك: لا أنا أول مرة أسمع الحديث ده، وانت حضرتك مين، البخاري ولا مسلم ولا حاجة، وأنا مش واخد بالي، أنت بتعرفش حتى الأربعين نووية فيهم إيه، لم تقرأ الأربعين نووية. هذا جهلا، هذه عادة الناس يعني. أما روايته هذا الكذاب الذي كذب على رسول الله ساقط العدالة، روايته مردودة أبدا، ما حدث به قبل ما حدث به قبل التوبة أو بعدها. طب إذا كان الكذب في كلام الناس مما لا دخل له في الدين، لا يحل حرام ولا يحرم حلالا، وتاب منه قبلت توبته وردت إليه عدالته، إذا كذب على الناس في كلام الناس، لا الكلام يعني من الناس، لكن كلام لا يحل حرام ولا يحرم حلال. طب بالنسبة للوقت هنا، يعني الوقت كبيرة كذب على رسول الله، لكن هي كبيرة كبيرة يعني، ثم تاب تقبل. ثم تاب تقبل، إلا الكذب، إلا كبيرة الكذب فقط، لأن الرواية بيستلزم فيها الإيه؟ الصدق. إن كذب على الناس كده كنقل بين الناس كده، لكن كلام لا يحل حلالا ولا يقول والله أنا شفت الموضوع كذا كذا كذا، مش نقل كلام على بعض وغيبة ونميمة، نقل عن هذا عن ذاك، ردت إليه عدالته ومن ثم قبلنا إيه توبته. إلا أن الواقع أن العلماء وأئمة الحديث لم يكترثوا برواية الكذاب أصلا بعد أن تاب. الغالب أن الرواية التي رواها وصدق فيها ستكون محفوظة من غير طريقه، من غير إيه؟ يعني هو سمع وغيره سمع، بناخذ من مين؟ من الصادق هذا، ولا يكترث، هذه مهضورة، لا يكترث لهذه الإيه الرواية. الغالب هذا ما يفعله علماء الإيه وأئمة الحديث. الرابع: يشترط في الراوي ليكون عدلا أن يتقي خوارم المروءة. خارم المروءة الأمور التي تستهجن في عرف الناس، مستهجنة في عرف الناس، وتدل بمجموعة على أن الراوي ليس أهلا لتحمل الحديث. تدل بإيه؟ بمجموعها، مش بوحدة بس، انتبهوا للكلام، تدل بمجموعة، إذا اجتمعت كلها في واحد تدل أن هو إيه؟
ساقط المروء، القهقهة، الضحك الشديد في مجامع الناس، المشي في الطرقات بما يظهر ما فوق الركبة اللي هو لبس الشرط اللي بيعملوه ده. لكن الأمر ده هل هو له ضابط عام منذ رسول الله إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة؟ لا، هو مختلف بحسب الزمان والمكان والحال، لأنه مرتبط أكثر بدرجة إيه؟ كبيرة بأعراف الناس وعاداتهم، عادات الناس وأعرفهم. بس مش هنا طبعا، مش في أمريكا، لأن عادتهم هنا تودي جهنم والعياذ بالله. لما نتكلم على بلاد المسلمين، نتكلم على بلاد الإيه؟ المسلمين. وبلاد المسلمين قد يحدث مثلا في بلد ما شيء ويحدث غيره، يعني قد يكون شيء مباح مثلا في بلد ما وهذا يعتبر من الذنوب والمعاصي والأمور المكروهة والأمور التي يعني لابد أن يحتشم الإنسان فيها في بلد آخر. في بلد آخر مثلا الأكل في الطرقات كان من خوارم العادات عند السلف، في الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع كتاب للخطيب البغدادي في الجزء الثاني صفحة 167 عن علان الوراق قال: رأيت العتابي يأكل خبزا على الطريق بباب الشام، فقلت له: ويحك، إيه اللي بتعمله ده؟ أما تستحي؟ مش تستحي بتاكل في الشارع انت؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل وهي ترك؟ فقلت: لا. قال: فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. ثم قام فوعظ وقص، يعني حكى حكاوي، ودعا حتى كثر الزحام عليه، ثم قال لهم: روي لنا من غير وجه أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه، اللي يطلع لسانه توصل لحد الايه المكان ده اسمه أرنبة الأنف، طلع لسانه كده لحد هنا. قال: روي لنا، هو ما نسب للنبي، روي لنا من غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار، فما بقى منهم أحد إلا وأخرج لسانه يومئ بأن حوى أرنبة أنفه ويقدرها البلغها. فلما تفرقوا قال لي العتابي: ألم أخبرك أنهم بقر؟ ألم أقل لك ذلك؟ العقل، العقل ده نعمة كبيرة جدا جدا، العقل نعمة كبيرة جدا. الأكل في الطرقات كان عند السلف من خوارم المروءة عند السلف رحمهم الله. في عصرنا لا ينكر الناس من وقتهم في الغالب الناس بيعملوا الإفطار بتاعهم وبيأكلوا في السيارات، مش كده؟ وبتلاقي اللي بيحلق دقنه في السيارة وطبعا والعياذ بالله اللي بتعمل الميك اب في البيك اب وهي في السيارة، أشياء عجيبة، حاجات يعني لا يصدقها عقل. وبيأكلوا أمام المحلات أصلا، يعني الناس تكدسوا في مكان واحد لم ينبسطوا في الأرض، فتجد المحلات صغيرة وفي محلات كده ربنا كتب لهم أبواب الرزق، يبقى الناس واقفين عليها بالطوابير وياخدوا ميلاقوش مكان فيأكلوا أمام الإيه أبواب الإيه الطرقات والمحلات من كثرة الناس. ولا يشترط العلماء عليهم رحمة الله ألا يأتي الراوي بأي خارم لمروءته على الإطلاق، بل قد يفعل، ربما يفعل ويظهر من سيرته أنه من العدالة والصدق والديانة، فلا تسقط بذلك. إنما اهتم العلماء إيه في تتبعهم لأحوال الراوي وسيرته لينظروا هل أكثر هذا الراوي من الإتيان، أكثر هذا الراوي، اهتموا بالعلماء بتتبع أحوال الراوي وسيرته عشان ينظروا ويضبطوا، هل أكثر هذا الراوي من الإتيان بخوارم المروءة أكثر، يعني ربما يسقط لكن مرة اثنين ثلاثة، لكن هو بقى تعالى عنده خوارم المروءة هذه حتى أصبحت عادة له لا تفارقه، فإذا أصبحت عادة عنده يسقط العدل عليه. لأنه مثله قد تحمله نفسه على الكذب في الحديث،
لأن المروءة سقطت. بيعرفوا ذلك بالنظر، وقعت منه مرة مرتين كده، بيعرفوا بالنظر. خطيب البغدادي في كتاب الكفاية رحمه الله قال: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوي في نفسه، بما يقوى في نفسه. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، أصبحت عادة إليه والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، الأصل أنه لا يكذب، بل يرى إعظم ذلك وتحريمه والتنزع عنه قبل خبره. يعني إذا علم حتى ولو أصبحت عنده عادة، حتى ولو أصبحت عنده عادة، لكنه يرى أن الكذب شنيعا ولا يأتي، بيقبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم أصبح متهما، عندها وجب عليهم ترك العمل بخبره ورد شهادته. زمان كانوا حنابلة مثلا ما بيقبلوا شهادة معلم الصبيان اللي بيعلم الأطفال القرآن، بيقبلوا شهادته والعلوم اللغة والحاجات دي، لأنه بيتجن بعد فترة. ما هو قاعد قدام اللي قالت له النهار يقول له إيه، يقول له فلان قرصني وفلان زغدني وفلان خد الألم بتاعي وفلان شخبط لي في الورقة، ها تلاقي هو حياته انعكس شغل الأطفال عليه، لما حد يكلمه يقول له فلان قرصني فلان زغدني. هذه عندهم من خوارم العادة، لا يقبلون له شهادة. لكن نعم الأم ليه بقى الأم الله يعينها. خلينا بس عشان نوقف عشان التسجيل كمان نقدر اهتموا بضبط خوارم المروءة، تتبع من وقع فيها من الرواة لمعرفة منازلهم من ناحية العدالة من جهة، ولمعرفة هل هذا قادح في أصل عدالتهم أم لا. الشرط الخامس ألا يكون مغفلا. يعني إيه؟ يعني بيقبل التلقين. فإذا قيل له هذا من حديثك، مع كونه ليس من حديثه قال نعم بلا تردد. إذا قالوا له هذا من حديثك مع أنه هو رواه عن آخر قال نعم بلا تردد، يبقى هذا مغفل. والغفلة كما قال الحميدي، الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب، وهو أن يكون في كتابه غلط. هذا حديثك؟ حديثي. مش حديثه، هربه. فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا أو بغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا. يصحف تصحيفا فاحشا يعني يقدم ويؤخر، أو يقلب بعض الحروف، أو يكتب زي احنا بنقوله نكش فراخ، لما يجي يقراه هو ما يعرفش يقراه بعد كده. كيف تقبل منه هذا الكلام؟ كيف يعني؟ أو يقلب المعنى، يقلب المعنى، لا يعقل ذلك فيكف عنه. الغفلة معناها أنه بيقبل التلقين، ما بيترواش يقول لا هذا حديثي وهذا ليس حديثي، إنما ساعة ما واحد يقول له كلام يقول هذا من حديثي وهو ليس من حديثه، هذا يرد على طول كلامه، يرد كلامه. الناظم قال في الشرط الخامس من شروط الصحيح هو ضابط. سنقف هنا ثم إن شاء الله نكمل بعد دقائق.